ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ كي سبجي ستمعيز لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. يبجي نبا بيسون كي بيريتك أي أدوي إكسبت زيس الله. أكفر بجميع ما يعبد من دون الله. مفكوف تبتوش أبان كيسو كي أدوي أبار الله. أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين، على ركنين. الركن الأول أن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. الركن الثاني أن تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذن لا إله إلا الله لابد فيها من كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله، كفر بجميع ما يعبد من دون الله. لا إله إلا الله bisalah ada kufir bisbilid dan tuban tauhid tiada wa yaqul Allah ya bisa wa man iman lu Allah fusil wa ashhadu anna Muhammadan alaihi salatu wassalam huwa abd yani a'bad al khalq akmal ibadah ya ibadat an nabi sallallahu alaihi wasallam ida wa timayaz Muhammad kimi Muhammad misali Allah biji ki Muhammad il servitait Allah et il servitait complètement parfait de la loi sur Allah. هو أعبد الخلق. لي كرياتي يتبليس la loi sur Allah سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن نأتي بعبادة إلا بعبادة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا نبتدع. Et nous pas capable de n'avoir la loi sur, excepté faudrait parler la loi sur. وهو عبد مخلوق لا يعبد. ورسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. ونصدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به. ونبتعد غاية البعد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في دين الله. Message Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne pas faire bid'a d'adil.